أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل أمس التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع ملوك ورؤساء وزعماء عدد من الدول العربية، من بينهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. أيضا سيادة الرئيس تبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل امبارح في اتصالات هاتفية مع ملوك ورؤساء وزعماء عدد من الدول العربية التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتلقى سيادته اتصال هاتفي من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، واللي أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعب وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. وخلال الاتصال أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن. امبارح كمان أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. امبارح أيضاً أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اتصال هاتفي من السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واللي أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر حكومة وشعب كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتوجه الرئيس إليه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب. وخلال الاتصال أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعب كل التقدم والازدهار والسلام. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر، وتقدم الرئيس بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعب بالتقدم والازدهار وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام. وأيضاً تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر حكومة وشعب بدوام الخير والازدهار. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه اللي حصلت، منها مشاركه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمه منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقه والمناخ بدعوه من الرئيس الامريكي جو بايدن. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك بيان بيؤكد تامين وعوده كافه عناصر القوات المسلحه المصريه بالسودان، ووزارة الداخلية أيضاً شاركت المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك. في
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وده بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وشارك الرئيس في المنتدى للسنة الثانية على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة 27 للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً للدور اللي بتقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بيان بيؤكد فيه إنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، وفي مساء الأربعاء 19 إبريل تم اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بيهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة. وفي صباح الخميس 20 إبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تم تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر السفارة المصرية تمهيداً لإتمام إجراءات إخلاءهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. امبارح شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك وتم توزيع عبوات كعك على النزلاء بعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام. كمان في إطار مبادرة كلنا واحد قام رجال الشرطة بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار، وده يأتي تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.